أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا أصدقائي، اليوم راح تكون حلقتنا عن شوربة خرافات مع حبايبنا الحلوين أنبياء الإنسانية، نبينا الأول أخونا جورج بول ونبينا الآخر أحمد حرقان. طبعا المفروض يكون معنا ليث، بس ليث يظهر راح يتأخر حبتين. خلونا نرحب بضيوفنا، أهلا وسهلا فيكم شباب. اهلا وسهلا أهلا زين، وسهلا واهلا وسهلا بكل المتابعين. أهلا وسهلا أحمد. اهلا وسهلا، اهلا بك، اهلا بكل المشاهدين. في تصحيح بسيط، جورج هو النبي جدد حنفيه، لكن انا واحد من كبار الصحابه، لم اكن اكبر الصحابه اطلاقا. بس يعني في فرق بين الانبياء والصحابه، طابت ما ينفعش تقول على الصحابي نبي او انت اول المبشرين بالجنه، جنة جورج. بالظبط. آسف آسف آسف، أنا ما لا نبي إلا جورج، يعني لا نبي إلا جورج، هاي 3 مرات كمان لا نبي إلا جورج، المرة الثالثة. على كل، أحمد أنا بدي أبدأ معك في مقالة هيك على الفيسبوك قريت لك إياها، من الشيوخ بسمون علماء، وهم يا ريت قلنا إياها وتشرح لنا إياها شوي وللشباب الموجودين معنا، تفضل. أنا كاتب إن هو بيلقبوا رجال الدين بالعلماء، وهم أجهل من يمشي على قدمين. مش عارف العالم بالدين ده، أو اللي هو دارس الدين أو واخد شهادة فيه أو كده، بيبقى عالم من أنهي ناحية يعني. الدين مجموعة من الخرافات، ف كونك تبقى حافظ الخرافات دي وعارف حدودها وعارف تفاصيلها وعارف تفاصيل اختلاف أهل الخرافات فيها والحاجات دي كلها، ده ملوش علاقة بالعلم خالص يعني إطلاقا يعني. وده سهل جدا يعني، على مش كل محتاج حال، أي إبداع ولا محتاج أي مجهود يعني. لو أنت بتحفظ كلام المصاطب كويس، تبقى أنت راجل دين كويس. ضبط. على كل حال راح نشوف العلم الرائع هلا مع بشوربة من هالشوربات. على كل حال شوربة مشهية يعني يظهر راح تكون معنا. جورج، هل خرافة يأجوج ومأجوج موجودة في اليهودية والمسيحية كمان نفس الترتيبة؟ الحمد لله يا جلة الحنفية العظيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالجلة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الجلد فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، جوج وماجوج هي يعني النطق نفسه مختلف شوية عن النطق العربي أو الإسلامي، لأنه بيقول يأجوج ومأجوج، لكن ورد ذكر جوج وماجوج دول في سفر الرؤيا بتاع كابتن يوحنا، لأن كابتن يوحنا طبعا كان ضرب المشروم التمام، فكان عامل معاه أحلى دماغ. لكن المفهوم نفسه كان مختلف شوية عن المفهوم الإسلامي. جوج وماجوج دول غالبا يعني هو كان بيتحدث عن العمر النهائي للأرض أو الأيام النهائية، فقال في الأيام النهائية هيبقى في حاجة زي الحرب العالمية الثالثة كده، اللي هو الأرض كلها ستتحارب مع بعضها. وجوج وماجوج دول يعني كان يقصد بيهم قبائل مثلا أو جمع غفير من الناس، وقال ان الدم ساعتها هيبقى واصل للجام الخيل من كتر الدم اللي هيبقى في الحرب دي، هيعلى على الارض ويوصل للجام الخيل. ده كان كلام كابتن يوحنا عن جوج وماجوج. طبعا على ما الرساله وصلت لكابتن محمد، كان كابتن محمد في الوينج الشمال، فالرساله وصلت مشوهه يعني، افتكر ان الموضوع حاجه تانية غير اللي كان بيقول عليه كابتن يوحنا. كباتن بقى مع بعض. هو المشكلة محمد يعني كل شيء وصله متأخر فمساويه خبيصة يعني. على كل، أنا في خرافة بصراحة بتذكرها لما كنا صف سابع تقريبا، أذكر لا كنا أطفال، فبعدين بالمدرسة علمونا الخرافة إنه خرافة، لما بيصير كسوف القمر بالليل. كنا أطفال، أنا كنت تقريبا 6 سنين 7 سنين لا أذكر بالضبط تحديد السن، فصار كسوف للقمر، القمر بلش يحمر، الناس اللي حوالينا يمسكوا الطبل والصواني ودم ودم ودم. شوفي يا جماعة،
الحوت يبلع القمر، فهن عم طبلوا مشان الحوت ما يبلع القمر. كبرنا صرنا صف سابع بالمدرسة، في كان بتذكر استاذ الوطنية كان في درس عن الخرافة انه كسوف القمر، هذا كسوف قمر وخرافة وما شابه. فبعد ما خلص استاذ الوطنية دخل استاذ ديانة قام عطانا عن الإسراء والمعراج، يعني علمونا هاي خرافة، رجع استاذ ثاني علمنا خرافة أخرى. أحمد شو رأيك بالإسراء والمعراج؟ كان بس في ملاحظة حول موضوع يأجوج ومأجوج كنت حابب أقولها. تفضل أحمد. في الوصف بتاع يأجوج ومأجوج في السنة ان هما قوم صغار العيون وجوههم كأن ك ك ك ك ك كالمجان المطرقة. ف يعني التشبيه ده قريب قوي من وصف الناس الآسيويين زي الصينيين وما إلى ذلك، أو الملامح الآسيوية أو الملامح الصينية أو كده. فممكن يكون احتمال، يعني ممكن نفترض يعني إن هو مثلا يكون حد راح احتك بالناس دي الآسيويين وجاي يوصفهم، وعمل بقى ما الكلام وصل من هنا لهنا 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 بقت أسطورة يأجوج ومأجوج. يعني كمان هم يعني الحكاية السور اللي اتبنى ما بينهم وما بينهم، في ناس بتقول ان يأجوج ومأجوج هم الصينيين نفسهم، وان السور ده هو سور الصين العظيم وما الى ذلك. ف دلوقتي احنا اكتشفنا الارض كلها تقريبا وعارفين كل حتة فيها، وما قدمناش غير الصينيين بقى هم اللي يبقوا يأجوج ومأجوج. المشكلة بسور الصين العظيم، يعني الصينيين ما كنهار عم بحفروه بعدين الله بسكر لهم اياه مرة تانية. اي ما هو الأسطورة بقى بتقعد تبقى الأول لها أصل، وبعد كده يقعد الناس يحكوا لبعض ويتنقلوا الأساطير بالشكل دوت، ففي النهاية بتبقى قصة تانية خالص يعني، بس ممكن تبقى فيها شوية ملامح من القصة الأصلية يعني الحقيقية. للأسف يعني لحد الساعة هاي نحن باليوم 11/2/2017 في ناس من أهالينا مصدقين الخرافة هي، يعني مصدقين إنه في يأجوج ومأجوج، وكنهار بيضربوا تحت السور وبيضربوا السور وبيفك بصلوا الله بسكر لهم، وحكي بتعرف أنت القصة كاملة يعني هلا مأمنين فيها. خلينا نروح نشوف. السور بتاع الصين ده قديم جدا يعني عمره أكتر من 2000 سنة، والخرافة أصلا بتاعت يأجوج ومأجوج عمرها برضو ده تقريبا طالما كانت موجودة في سفر الرؤية وحزقيال وكده برضو قديمة برضو جدا. مفيش مشكلة يعني، مفيش يعني في فرضية بتقول إن هم يكون بيتكلموا عن الصينيين أو الآسيويين أو كده، وحد راح شاف الناس دي استغرب من شكلهم فيأججهم بقى ومأججهم. طيب نشوف خرافة حبيبنا وأشرفنا وأفضلنا في الإسراء والمعراج. الخرافة برضو دي محمد أصلا كان لما قال الناس قالوا أنا الرسول وكده ما كانش يلاقي حاجة يقولها لهم تقنعهم بالقصة بتاعته دي، غير إن هو كان عنده عشم كبير ان هم يصدقوه مجانا يعني ببلاش، يعني يقول لهم انا جالي الوحي، يقول لهم ايوه فعلا انت صادق، يعني كان بيعتمد على رصيده من الصدق عند الناس او كما يدعي او كما يظن يعني، او افترض الناس تصدق هيصدقوه من غير حاجه، فما حدش صدقه، فقعد بقى يدور على حاجه تصلح كدليل او ايه او بينه او كده. قال لهم كتير، قال لهم ان انا ما عنديش ايات وربنا هو اللي بيبعت الايات، واستنوا بقى ربنا يجيب لكم ايه، وممكن ما يجيبش خالص لانه جرب قبل كده ان هو يجيب ايات وما نفعتش. قال يعني زي ما قال لهم في نفس السوره بتاعت الاسراء، قال وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا.
لما اتزنق بقى في موضوع الإسراء والمعراج ده ومحدش صدقه، وناس كتير كمان كانت مصدقاه ارتدت بعد ما اخترع الحكايه دي، ما دخلتش عليهم حكايه الإسراء والمعراج دول. يعني في ناس كانت صدقته كده يعني من باب يعني حسن نيه، يعني ناس طيبه يعني صدقته. بعد موضوع الإسراء والمعراج ده كذبوه، اخترع حاجه افتعل آية محدش ما تقنعش حد حتى في العصر الساذج ده، الناس كانت ساذجة وطيبة ومع ذلك ما اقتنعوش بموضوع الإسراء والمعراج ده، لأن هو ببساطة صح الصبح قال لهم أنا سافرت بالليل رحت القدس وبعد كده طلعت على البراق للسماء، وقعد يحكي لهم قصة طويلة بقى، يخبط على أبواب السماء الأولى والثانية والثالثة ويقابل في السماء دي فلان ويقابل في السماء دي فلان لحد ما طلع لابراهيم وسيدنا المنتهى وحاجات كده، يعني حكايات يعني مضحكه. بس الصحابه رضوان الله عليهم اللي كانوا اسلموا ساعتها شخروا له يعني وسابوه مش احمد، في شغله انا كثير ضحكني بصراحه، هي انه المفاوضات اللي صارت بينه وبين الله على الصلاه، يا ريت تحكي لنا مجرى المفاوضات، خلينا ناخذها بطريقه اخباريه او كما تقول الجزيره على الهواء مباشره، مجرى المفاوضات. تفضل احمد. مراسلنا من السماء أحمد حرقان. قال له يعني هو لما طلع على ربنا فطلب منه طلب غريب جدا، ان هو ان الناس تصلي 500 مره في اليوم، 500 صلاه في اليوم. احنا انا كنت بصلي 5 صلوات جان في اليوم، كانوا طالعين ديني يعني 50 يا أحمد 50. عفوا اعزائي المشاهدين، مراسلنا في خطأ فني يعني، مع مراسلنا احمد 50 ولا 500؟ 50 ولا 500؟ لا 50 بعدين بدأت المفاوضات. تفضل. بدأت من 50 وبعدين نزلها لكام؟ أنا مش فاكر الحديث ده والله. كل مرة كان بينزل 5 يا أحمد، أنا فاكر الحديث ده خد نفسه من رابعة ابتدائي. ما أنا مش فاكر والله. كل مرة كان بينزل 5، عارف أنت اللي هو إيه؟ طب معلش، طب يبقى 45، طب لا، طب خليها علينا يا نجم، يقول لك طب 30. الموضوع ده والله. طب معلش، طب عشان خاطر الحاجة، طب معلش الموتوسيكل واقف بره، فضل كده يعني لحد ما وصلوا ل5. لا، المشكلة بتعرف يا جورج، يعني مو هون، إنه كان طلع أول، طلع لعنده في لفوق، قال له حكى معه ودردش معه، المهم بسط له السجادة الحمراء، أخذوا على الجنة، أخذوا على النار، قال له في عليكم 50 صلاة. نزل أم موسى استلموا لك، محمد شو صار بينك وبين الله؟ قال له والله فرض علينا 50 صلاة لك. قال له روح، قال له كثير 50 صلاة، أمك ما تستحمل، روح. قال له أم موسى ضحك معاه، قال له لمحمد راح رجع لعند الله. قال له وبلشت الحكاية. الحديث بتاع البخاري بيقول إن هو فرض عليه 50 صلاة بخوفهم بالتدريب. بصراحة الموضوع الإسراء والمعراج ده من الحاجات اللي كانت بتخلي الواحد أما أجي أسمع زمان القصة ديت أو أقرأها مثلا في البخاري أو أسمعها في حلقة من حلقات العلم أو كده، كنت بحس بحرج شديد جدا وضيق في الصدر، يعني زي ما بيقولوا يعني، أو ضيق جامد في النفس، لأن القصة بتخليك تشك في الدين مباشرة. وفي آيات وأحاديث معينة لما الواحد كان بيمر عليها كده كان بيبقى عاوزها تخلص وتعدي عشان خاطر يعني إيه يهرب من الشعور ده، لأن في استخفاف كبير بعقلك كإنسان. يعني لما يقعد يقول لك النبي طلع ومش عارف ولقى الناس نساء متعلقة من شعرها دول كذا أو فلان، أو مثلا فوض ربنا على الصلاة وموسى جاي قال له لا ده أمتك مش هتطيق واطلع تاني وحوارات من هذا القبيل، دي حاجات كانت بتخلي صدر الانسان يضيق، زي ما صدر اي مسلم دلوقتي بيتفرج علينا اكيد هيبقى ضيق من الكلام ده. وفي مسلمين كتير بقى هيقول لك ده حديث ضعيفه وانت جايبين الكلام ده منين؟ هو الحديث بتاع الصلاه ده موجود في البخاري، يعني لو رجعت البخاري هتلاقي الحديث بتاع التخفيف ده موجود في البخاري، ان هو فرض 50 صلاه وبيناقشوا فيها ف الخرافات ديت بتخلي جديرة بان هي تخلي الواحد يراجع نفسه ويراجع الدين بشكل عام يعني. ومش هينقذك من كده، مش هينقذك من المسألة ديت ان انت تقول مثلا البخاري مش صحيح او كده، ان القصة بتاعت الاسراء برضو موجودة في القرآن. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. وفي خرافات كتير موثقة في القرآن نفسه يعني.
أشكرك أحمد. جورج شو في ملحوظة هنا جان على موضوع التخفيف ده، لأن تقريبا حادثة طبق الأصل حصلت مع إبراهيم أيام هلاك سدوم، وبرضه نفس موضوع الفصال الظاهر إيه يعني، كاتبوا هذه الديانات كانوا يعشقوا الفصال. وافتكرت دلوقتي يعني مشهد يعني من المشاهد اللي كنت اشوفها في الاسواق في مصر مثلا، لما تنزل ايه مثلا ممر الراعي الصالح ولا اللي هو ايه، طب يا حاج طب يبتدي معاك ب 500 تاخدها ب 10 جنيه وتروح، ليه الانفصال بقى؟ طب معلش والمكنه واقفه بره وبتاع، وعشان خاطر الحاجه والواد الصغير ده مش لاقي ياكل وبتاع، فايه في الاخر توصل حاجه من 500 ل 10 جنيه، ويبقى كده هو كسبان فيها 2 جنيه وتاخدها وتروح انت. فحصل برضو نفس الكلام ده في تكوين 18 لما ياوي قرر ان هو يهلك سدوم وعموره. فاللي حصل ان ابراهيم عايز يتشفع عن المدينه يعني، وعايز ان المدينه لا تهلك، فقال ياوي طب ايه رايك لو فيها 50 واحد بار؟ هتهلك المدينه كلها بال 50 بار اللي فيها؟ يعني عشان خاطر ال 50 بار دول ممكن تقفل المدينه. قال له خلاص لو فيها 50 واحد بار ماشي. فرجع ابراهيم حس ايه؟ يعني الموضوع فيه طالما فيه فصال، قال له طب لو 40، طب عليا ب 30، لحد الموضوع ما وصل ل 10. وصل من الاخر الكلام على ان ايه، لو فيها 10 ابرار مش هيهلك المدينه. وبعدين في الاخر يهوي لم يجد 10 ابرار في المدينه، فقرر ان هو يهلك المدينه. بس برضه نفس حوار السجال الفصال ده اللي هو ايه، طب 20، طب عليا ب 25، عارف انت. طب معلش وحياه محمود الصغير اللي تخليها 10. فلحد في الاخر ما وصل ل 10. برأيك يعني هالخرافات هاي جايه من ثقافه الانفصال اللي عندنا، هاي المفاوضات التي لا تنتهي مثل ما بقولوا؟ طبعا المواطن العربي اكتر مواطن، او المواطن الشرقي عموما، فاكر نفسه ناصح جدا، عشان كده بيستعملوا حكايه الفصال دي. من فراغ كمان جورج، يعني هم عندهم فراغ، يعني الوقت هيعملوا فيه ايه؟ زي ما هو يعني عايز يشحن القصه باحداث يعني، فهيعمل ايه؟ فلازم يلاقي يعني، هو لو نزل مرة واحدة كده بالخمسين صلاة، مش يعني، أو بالخمس صلاة مرة، خمس صلوات مرة واحدة كده، مش هيلاقي حاجة يقولها، فالرحلة لا طويلة، فلازم يقعد يحكي بقى، والقعدة طويلة، وما عندهمش إنترنت ولا فيسبوك ولا حاجة يضيعوا فيها وقتهم، فهيعملوا إيه يعني؟ كان المفروض الله يبعث لهم تويتر يعني، حتى يتوتوا. على كل جورج يعني بصراحة، نحن بما إنه ثقافتنا اليهودية شوي ضعيفة مثل ما بيقولوا اخواننا الاكراد، ضعيفه جدا، شو اهم او اجمل خرافه يهوديه ممكن تذكرنا اياها؟ تفضل. احنا طبعا اللي بنتابع الحلقات اللي كانت على قناه احمد، احنا عملنا 3 شوربه خرافات، 3 شوربه، وذكرنا فيهم من اجمل الخرافات اللي موجوده في العهدين، يعني في العهد القديم والجديد. فعشان ما اقولش حاجه متكرره يعني، فينا في خرافات جميله جدا موجوده في هذه الحلقات، يعني اذا كان احمد يعيد برفعها يبقى مشكور. لكن انا نستكمل، هقول خرافات جديده النهارده ما اتقالتش قبل كده في الحلقات دي. يعني في مثلا خرافه موجوده في سفر صموئيل الاول صح 13، والموضوع ده هقول عليه، هقول قصه تاني بعد شويه ليها نفس العلاقه، ان اليهوي عنده في السماء في ارواح، فالارواح دي غالبا مش كلها ارواح حلوه، فيها ارواح وسخه لا مؤاخذه يعني، هو الكتاب بيدعوها كده ارواح نجسه او ارواح سيئه يعني. فهو برضو ايه يعني، عارف انت اللي هو لما تكون انت ملك او زعيم عصابه، عندك الناس الكويسين وعندك برضو ايه الاشكال الوسخه، انت شايلهم على جنب للاعمال السيئه يعني. العيال المعفنه مثلا اللي هو واخد بشله في وشه وبتاع، ده ايه انت مخليه عشان تروح مثلا تثبت بيه حد ولا بتاع. فهو يهوي كان عنده مجموعه من الارواح السيئه اللي بيثبت بيها الناس. فلما جه يهوي كان عنده ملك اسمه شاول قبل داوود، وبعدين غضب على الملك ده، فكان العقاب ايه؟ ان يهوي راح بعت روح سيئه من عنده، ركبت شاول. فبيقول وذهب روح الرب من عند شاول، الروح اللي هو كويس، في بقى روح تاني. وبغته روح رديء من قبل الرب، من عند الرب، بعت له روح وحش، خد الروح الحلوه وبعت له روح وحش. فقال عبيد شاول له هوذا روح رديء من قبل الله يبغتك، فليأمر سيدنا عبيده قدامه ان يفتشوا على رجل يحسن بالضرب بالعود، ويكون اذا كان عليك الروح الرديء من قبل الله انه يضرب بيده فتطيب. فالروح ده كان بيخليه يتجنن، ولما يتجنن واحد يجي يقعد يضرب له على العود فيهدى. نفس الفكره نلاقيها في سفر الاخبار الايام الثاني صح 18. كان في ملك اسمه اخاب، والملك ده ما كانش بيحبه يهوي،
لانه كان هي بيعبد الهه اخرى بتاع، فياوي كان غيران من الموضوع. فجاي اخاب ده في مره طالع الحرب وجايب الملوك الحلفاء بتوعه، فهم قبل ما كانوا متعودين قبل ما يطلعوا الحرب يجيبوا الانبياء اللي في المنطقه عشان يسالوهم نطلع ولا ما نطلعش، عارف انت اللي هو ايه يعني، طرفين يعني، يسالهم يشوف الطالع النجوم يحلب المعزه اي حاجه من الحاجات اللي هي. فجاب الانبياء كلهم، والانبياء كلهم قالوا له روح هتنتصر. فجاب في كان في نبي واحد اسمه ميخا، واخاب ما كانش بيحبه لانه ده كان ايه النبي الحقاني بقى الالماني الصح، الباقيين دول كلهم كانوا تايوانيين. فجابوا عشان يسالوا برضه، فميخا خاف فقال له خلاص اطلع، قال له لا قول الحقيقه. اسمع بقى ميخا بيقول له ايه. ميخا حكى له بقى ايه اللي حصل، وقال فاسمع اذا كلام الرب، قد رايت الرب جالسا على الكرسيين. الرب ده واحد قاعد على الكرسي كده واخد بالك، وكل جند السماء وقوف عن يمينه وعن يساره، كل الاقوياء اللي في السماء واقفين على اليمين وعلى الشمال. تخيل يعني الغباوه في الطرح يعني، او الذهن الصغير، الاله ده بالنسبه له مجرد ملك قاعد على كرسي وفي ناس قاعدين على اليمين وعلى الشمال. الرب بيسال بقى الناس دي، من يغوي اخاب ملك اسرائيل فيصعد ويسقط في رموت جلعاد؟ فقال هذا هكذا، وقال ذاك هكذا. كل واحد ايه قاعد يقول رايه، عارف انت اللي هو ايه يعني بياخد راي الرجاله، فكل واحد عنده راي. وبعدين ثم خرج الروح من الارواح يعني، ووقف امام الرب وقال انا اغويه. فقال له الرب بماذا هتعمل يا نجم؟ فقال اخرج واكون لروح كذب في افواه جميع انبيائه. فقال انت تغويه وتقتدر. واخد بالك انت العمليه مشيت ازاي، اللي هو الراجل قاعد، الاله ده قاعد ومش عارف يعني يأذي اخاب ده ازاي، مش عارف يعني، عمال يفكر له في طريقه يأذيه بيها بس مش عارف. فراح سأل الرجاله تعمل نعمل ايه يا رجاله، فكل واحد قاعد يقول راي بس اراء كلها ايه مش شغاله يعني. راح طلع واحد بقى من الارواح اللي هي ايه الواد اخواته الواد المخربش بقى اللي هو جاي من الاخر، قال له انا هطلع اغويه ازاي، قال له هتعمل ايه، قال له هطلع وابقى روح كذب في افواه انبيائه، هخلي الانبياء بتوعه يقولوا له كلام كده. فياهو عجبته القصه، قال له انت تغويه وتقتدر، يعني عجبتني قوي الفكره يعني اللي هو ايه قشط عليك يا نجم، هو ده الكلام انت جبت من الاخر. هذا هو الاله يعني، شوف قدره الله القدير يعني، بياخذ في ديمقراطيه الحكايه، لا تقول لي ما فيها ديمقراطيه يعني، هي يعني من ارقى حالات الديمقراطيه ان الاله يستشير رجالته بقى بيعملوا ايه. سذاجه الطرح والسذاجه يعني، الصوره اللي هذا الطرح بيوريها لك عن الاله، المفروض ان هو اله الكون ساذج لدرجه ان هو في ملك معين في الارض اللي يعني كوكب من ضمن الكون مش عارف يأذيه ازاي، فبيأذي بيسأل الرجاله. وفي الاخر الراي اللي وصل له ان هو ازاي يأذي الملك ده، مش مثلا حاجه بقى فيها عدل او فيها رحمه او فيها، لا دي فيها كذب وغش وخداع، وانا هبقى اطلع بقى واخلي انبياء واكذبوا عليه ليه يا عم الفيلم ده كله، مش انت الاله ما تموته يا عم وتخلص. لازمته ايه الفيلم الاخبر ده كله يعني، الافلام الهندي اللي انت عاملها لنا دي عندنا حفشار بقى شغل الزعران اللي عندنا. احمد بزمان ذكرت لي في كتاب اظن عند الشيعة او شيء من القبيل مليء بالخرافات، ما بعرف اذا بتتذكر ولا لا، بصراحة يعني كنت ابحث عن هذا الكتاب. كتب الشيعة كلها خرافات، لكن اكبر الكتب دي على الاطلاق واكثرها شيوعا يعني كتاب اسمه بحار الانوار، وده ممكن تقعد تقرأ فيه وتضحك كتير يعني، اذا كنت عاوز تضحك ممكن تقرأ الكتاب ده. طبعا مش هتقدر تقرأه كله لان ده هيضيع عمرك يعني، لانه عدد ضخم جدا من المجلدات يعني. بس انا افتكرت خرافه جان دلوقتي وانا بتكلم معاك، كانت وانا طفل كانت بترعبني يعني، واثرت في 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 في, في وعي فتره طويله جدا واثرت على شخصيتي يعني، وهي خرافه منكر ونكير، ان انت لما تموت، لما كنت بتخيل لما اموت وكلنا هنموت طبعا،
ان هيستقبلني المنكر ونكير اول حاجه في القبر المظلم ده. يعني مش كفايه ان هو هيبقى قبر مظلم والواحد بيبقى حسب الخرافات بتاعتهم بيبقى واعي بكل حاجه وحاسس ان هو اتدفن تحت التراب في المكان الضيق ده في الضلمه، لا كمان بيجي له منكر ونكير. منكر ونكير حسب وصفهم في السنه، يعني في حديث ابن عباس عن الرسول ان هو طلب من جبريل ان هو يوصف له منكر ونكير، قال له صفهما لي يعني. فجبريل قال له ان هم مش هقول لك طولهم ولا عرضهم، لا هقول لك الافظع من كده. ده جبريل بيقول لمحمد يعني اصواتهما كالرعد القاصف، صوتهم زي الرعد، وعينهما كالبرق الخاطف اسودان ازرقان، انيابهما كالصياصي لهيب النار. لهيب النار في افواههما، يعني تخيل بيطلعوا نار من بقهم ده وناس مش تنين بقى، يعني إعجاز علمي يا ده. ومناخرهما وطلعوا نار من بقهم ومناخرهم و استنى استنى، جورج طالع بخار من مناخيرك شو؟ وما سامعهما، ومن ودانهم كمان طلعوا نار من ودانهم، ويكسحان الأرض بأشعارهما ويحفران في الأرض بأظفارهما. يعني هم ماشيين بشعرهم طويل بيكنس الأرض هم ماشيين، وضوافرهم بتحفر في الأرض، مع كل واحد منهم عمود من حديد لو اجتمع عليه من في الأرض ما حركوه. يعني لو كل البشر على في العالم اجتمعوا على الحديد اللي مع العمود الحديد ده اللي مع كل واحد منهم مش هيقدروا يشيلوه كلهم مع بعضه. بيسألوا بقى الإنسان المسلم من ربك ما دينك، الأسئلة اللي احنا عارفينها ديت، من نبيك. لو قال لما يقول ها لا أدري، لما يكون مش عارفة بيقول ها لا أدري، فبيروح جينا قايلين له لا دريت ولا تليت، وبيروح جاي رازعينه بالعمود الحديد ده فوق دماغه يبططوه لحد لما يضربوه بالعمود دوت اللي هو البشر لو اجتمعوا كلهم على انهم يشيلوه ما يعرفوش يشيلوه، لما يضربوه بيتحول لتراب، يكون ترابا، وبعد كده ربنا يرجعه تاني. فبيقول لك لو ضرب بها جبل لصار ترابا، لو ضرب العمود ده يعني بالعمود ده جبل هيبقى تراب، فما بالك بقى بالانسان الضعيف. فالواحد كان وهو صغير بيسمع الحاجات دي وهو طفل حس برعب بجد، وانا كنت بنام كده في السرير ما كنتش بعرف انام، يعني ما كنتش بعرف انام، بتعدي عليا ليالي طويله ما اعرفش انام، بقوم اعيد النور وافضل قاعد صاحي في السرير افكر في الحاجات دي. ما هو الواحد كان بيصدق، ما هو الطفل عيبه جان ان هو بيبقى ضحيه لاي حاجه بتتقال له بيصدقها على طول، اي حاجه تقولها له يا عيني يصدقها. ما هو بيتولد صفحه بيضاء، ما يعني احنا اللي بنملاها بقى، اللي حوالينا هم اللي بيملوها، فهو ملوها بالافكار الغريبه دي. فده اللي بيخلي كان ده خلى واحد يتمسك بالدين 27 سنه جاي مش قادر حتى يفنده. ما انا برضو عاوز ابقى حافظ لما يجي ممكن اكير يقول لي من ربك، اقول له ربي الله على طول. ما انا لو انا شكيت في الدين او ربنا او لعبت مع ربنا، ربنا ما حد بيحبش حد يلعب معاه. لو انا استسلمت للشكوك والحاجات دي هيجي بقى ممكن ونكير بالحته الحديده اللي معاهم ديت، وانا مش حامل حاجه من دي. مش عارف مزربات، يعني بيسموها المزربه، مرزبة يدي لك بالمزربه، يعني ما بعرف واحد بصراحه يعني يتوقف اللسان عن التعبير في هيك خرافات. احمد، في عندك برنامج من بكره بدك تبدا؟ يا ريت تحكي لنا شيء عن البرنامج هذا مشان الاصدقاء الموجودين يعرفوا البرنامج هذا ويقدروا يتابعوك. هو البرنامج اشبه بكده زي ما يكون احنا قاعدين انا وانت جان كده وجورج والشباب مثلا بنشرب كوبايه قهوه على المقهى بندردش مع بعض، بس بدل ما احنا بنقعد يعني في نطاق ضيق كده ونتقابل في مثلا في مكان مرتبط بالجغرافيا اللي احنا عايشين فيها او كده، لا احنا بنعمل الموضوع ده على اليوتيوب مفتوح بقى للناس الرفاق من كل حته في العالم، وبنقعد بقى نتكلم نفتح موضوع. انا هكتب بوست كل يوم اخد راي الشباب في الموضوع اللي هنتناقش فيه، يعني بوست عباره عن سؤال او استطلاع الموضوع اللي تحبوا تناقشوه النهارده ايه، وبعد ما نوصل يعني نتيجه حسب يعني حسب التصويت يعني او يعني نشوف الراي الاغلبيه ايه يعني،
ونفتح الموضوع ده ونتكلم فيه يعني كل واحد بيقول وجهة نظره. بيبقى انت عارف الهانج اوت بيبقى مفتوح، بيبقى متاح ل10 ضيوف ان هم يبقوا موجودين. يكون معانا ال10 ضيوف اللي هم هيدخلوا. طبعا لو في ضيف مثلا خلص المداخله بتاعته او ما عندوش كلام تاني يقوله هيخرج بقى عشان يسيب مكان لحد تاني يدخل، ومده البرنامج ساعه واحده يعني. تمام، بس بشان الاصدقاء طبعا راح يكون الساعه 9 بتوقيت القاهره، ما هيك؟ شكرا جان. لا ولا يهمك. على كل اصدقائي قناه اخوي احمد موجوده بالدسكربشن تحت الفيديو، ممكن يا ريت تسوا عليها اشتراك، وهي موجوده بكل فيديوهاتي تحت اي فيديو تفتحه بالدسكربشن موجود قناه اخوي احمد، اي فيديو واحد منهم، وراح يبقى كل الفيديوهات موجوده قناه اخوي احمد موجوده، وانا كل حلقه راح انوه على ذلك. يعني اتمنى منكم الاشتراك فيها، لانه اخونا احمد جد يستحق الدعم، والدعم ليس يعني بالحكي ما راح يجي هيك، يعني قد ما حكيت ما راح اوصف. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حبيبي. وانا بدوري يعني لازم اعمل اجيب برضو اللينك بتاع القناه بتاعتك واحطه في الديسكريبشن يعني. لا لا لا، هذا ما هي مساله انه انا عارف انت مش بس يعني الواحد لازم يعمل كده بقى. لا، لانه اخوتنا الصلاعنه يعني بتعرف شو سووا فينا، وقناتك ما تستاهل انه تنغلق نهائيا، واستحق كل دعم، وانا اتمنى من كل اصدقائنا يدعموا اخوي احمد. على كل، خلونا نروح على شويه خرافات اخرى. في انا قبل اليوم قريت لاخوي كرم توفيق كان عم يقول سبحان الذي خلق اهل الكهف ولا يعرف عددهم. أظن شيء من القبيل. جورج يا ريت، يعني الله هو اللي حطهم بالكهف ونيمهم، ما بيعرف كم 100 سنة، وبعدين ما بيعرف عددهم، يعني شو هالالله اللي ما بيعرف عددهم وما بيعرف كم سنة ناموا. أنا اتكلمت في الموضوع ده كذا مرة، وكنت بقول على سورة الكهف دي سورة الألغاز، لأن مش بس دي القصة في سورة الكهف اللي مش معروفة، سورة الكهف كلها ألغاز، كل حاجه فيها غير معلومه. وفي الاخر لما يعني لما قال لك على سوره الكهف قال لك يقولون ثلاثه ورابعهم كلبهم وسادسهم كلبهم او 15 و16 كلب، يعني اللي هم ايه في عدد معين يعني. فاللي هو بيقول لك بيطرح المشكله، بيقول لك يعني الناس هيقولوا كذا او كذا او كذا. طيب وبعدين قال لك ايه، كل يعلم عددهم الا الله. طب ايش، مش انت الله وبتكلمنا في الكتاب ده؟ ما تقول. قال لك لا برضه ايه بقى، انا عاملها لكم مفاجاه. بالفعل يعني لا يعلم عددهم الا الله، مش انت الله يا ابني، انت ما تقولنا. برضه عملها لنا مفاجاه، قال لك لا برضه مش هقول لك، انا عامل ايه، انا مخبي عليك برضه. في صوره الجنب شويه حاجات كده اللي هو يجي في الاخر يقول لك ايه، برضه ما حدش عارف غير ربنا. طب قشطه، مش ده الكتاب بتاعه؟ مش هو بيكلمنا؟ زي أي يقول لك أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أو يزيدون. يعني تصور حتى عدد السنين يعني اللي هو يقول لك مش عارف 503 508 500 ومش عارف كام. طب كام؟ قال لك برضو إيه، ما حدش عارف وما عدد قد إيه إلا الله. طب يا عم تقول يا عم، يعني أنت مثلا حاجة غريبة جدا، يعني أنت بتقول لي ما حدش عارف غيري. أنا بقول لك مثلا يا جان، على فكرة مثلا اي معضله طبيه يعني هيقول لك مثلا ايه، مرض الالتهاب الكبدي الوبائي ده فيه علاج كذا وعلاج كذا وعلاج كذا، بس كل دي مش العلاجات الصح، انا بس اللي عارف العلاج. طيب ايه العلاج؟ لا مش هقول لك، انا عاملها لك مفاجاه. حزيره هي بقى، تحزوره يعني، يا سبحان الله. ولا اخوتنا حبايبنا المؤمنين، يا سبحان الله. احمد، في خرافه ثانيه في سوره الكهف كانت بتضايقني جدا، وانا متدين كانت بتشككني جدا في الدين يعني، والحاجات اللي زي دي بتخلي الواحد المؤمن جان، والكلام ده يفهمه المسلمين اللي بيسمعونا يعني، بتخليه يبقى حاسس بشعور سيء جدا، وتبقى حاسس بتانيب للضمير، وفي نفس الوقت حيره وخوف اللي يكون شك في دينه وكفر وهو مش واخد باله، وبيحس بضيق ومش بيلاقي اي مخرج من الموضوع ده غير ان هو يقول يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا ولي الاسلام واهلي مسكني الاسلام حتى القاك عليه. بيبقى عايز نجده الهيه بصراحه.
الآية بتاعت اللي هي حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وطبعا فتشت عن ردود العلماء في المسألة ديت وتفسيرهم للآية ديت عشان خاطر يخرجوها من كونها محرجة لمحمد ودعوته يعني، وجدها تغرب في عين حمئة. فقرأت في التفسير وجدها تغرب في عين ماء يغلي وطين وكده، والشمس معروف إن هي نجم كبير جدا هائل الحجم أكبر من الأرض مليون مرة، ومستحيل تغرب في الأرض، وكلام من الأطفال يعرفوه دلوقتي ده. قالوا فيما يرى، قال يغرب فيما يرى يعني تراءى لكنها تغرب في عين حمئة. الرد ده وأنا كنت مسلم ما كانش بيقنعني نهائي يعني، لأن هو ببساطة شديدة ما قالش إن هو إن هي قالش وجدها أو تراءى له أنها تغرب في عين حمئة، لو قال وجدها تغرب في عين حتى إذا بلغ مغرب الشمس يعني بلغ أقصى الأرض من جهة المغرب وجد الشمس تغرب في عين حمئة. الشمس فعلا بتغرب كأنها أي قرص فوار من الأصفر ده، تغرب في عين حمئة أو وتنزل وإمعانا في الدقة الراجل قال لك في عين حمئة يعني عين من ماء يغلي وطين سخنة، لأن النار برضو الشمس برضو مصدر الدفء وسراج وهاج، برضو سخنة هتنزل لازم هتغلي يعني لازم لازم المية هتبقى مش مية عادية يعني. فبرضو دي من الخرافات اللي الواحد ما قدرش يتملص منها. طب السؤال يا أحمد، في سؤال بسيط يعني، هو المؤاخذة الشمس لما بتغرب وبعدين بيطفيها في المية صح؟ بتطفي تاني يوم بيولعها بإيه؟ بيحط لها جاز بقى يعني شيء مستغرب. لا وطيب كيف تزبط احمد، كيف تزبط هلا تغرب في عين حمئه؟ طبعا مثل ما تنطفي مثل ما قال اخوي جورج، بس كيف في موضع اخر بيقول لك تروح تسجد تحت العرش؟ فهي بص تروح تاخذ ولعه ثاني يوم فهي بص يعني هي بتغرب في عين حمئه في سوره الكهف، لكن بره سوره الكهف حاجه ثانيه. نعم هي بس صحيح اختصاص يعني حسب الشانل يعني شانل سوره الكهف يعني كل قناه للبوليسي تبعها يعني السياسه الاخباريه بتاعها يعني نيك بتسجد هون. هي في سوره ياسين بتجري لمستقر لها، تجري المستقر لها. في السنة بقى بتستأذن وتسجد تحت عرش الرحمن. اختصاصات غير متداخلة يا جان، ما يعني ما ينفعش لا حول ولا قوة إلا بجلدة الحنفية. طب خلينا نروح على جلدة الحنفية، يا جلدة الحنفية أخبرينا ما نفعنا من دين من الدين عفوا. بدي أسألك جورج على قصة المخابرات، ما بعرف أنت مسيحي عندكم مخابرات كمان على اليمين وعلى الشمال يكتبوا لك التقارير لربنا؟ لا هو الله فاحص القلوب والكلى، فهو عارف كل حاجة، مش محتاج مخابرات، هو مراقب. بس العجيب جدا يعني كويس إن أنت فتحت الموضوع ده، لأن القصة اللي أنا كنت بتكلم عليها مع أحمد في آخر حلقة وما لقيتش الشاهد بتاعها يعني ما عرفش اطلعه، لكن لقيته بعدها. المفروض ان يهوي هو فاحص القلوب والكلى، يعني عارف كل حاجه جوه النفس، جوه كل بني ادم عارف حتى يعني الحاجه اللي ما بيعملهاش بيفكر في ايه. لكن العجيب جدا تلاقيه لما موضوع صدوم وعموره، الناس اللي هو ايه كانوا بيرتكبوا هذه الخطايا الفاحشه، ما كانش عارف، كان سامع وعايز يتاكد، فيقول لك في سفر التكوين هذه مأساة يعني يا صديقي. يقول لك ايه؟ وقال الرب ان صراخ صدوم وعموره قد كثر، صوتهم عالي وخطياتهم قد عظمت جدا، انزل وارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الاتي الي، والا فاعلم. انا عايز اعرف يا اولاد الكلام اللي جاي لي ده صح ولا الناس بيضحكوا عليا؟ انا مش عارف. انا عايز انزل بنفسي عشان اشوف، ما انا مش واخد بالي يعني، انا سامع الكلام الناس عمالين يقولوا لي بيضحكوا عليا، فانا مش عارف الكلام ده حصل فعلا ولا انا انزل اتاكد والا فاعلم. لما قريت الكلام ده بالعربي برضه حسيت انه مش واضح، فروحت فتحت الكتاب المقدس الانجليزي عشان افهم.
ففي الترجمه الانجليزي بيقول لك or else I want to know، يعني لو ما كانش الكلام ده حصل انا عايز اعرف هو حصل ولا ما حصلش. ودي مش اول مره ينزل فيها على فكره، وكان نازل قبل كده، نزل لما كان برج بابل بيتبني، فنزل عشان يتفقد المدينه، يعني عارف انت لو ايه قاعد فوق فمش شايف من فوق، يعني المنظر مش جايب، فقال لك انزل بقى بنفسي عشان اشوف فعلا البرج ده شكله ايه. راح نزل وشاف البرج فما عجبوش، راح مبلبل هناك السنتهم، راح مغير لسان الناس كلها، اداهم لغات مختلفه عشان ما يفهموش بعض، عشان يتوقفوا عن البناء. هو المسكين يا عيني قاعد فوق مش شايف، يعني مش واخد باله، فمحتاج ان هو ينزل عشان يفهم ايه اللي بيحصل بالظبط، يعني ما بي وبعدين ما بيثقش في فرقه المخابرات اللي عنده غالبا، يعني لما بيقولوا له معلومات مش بيثق فيها، فبيضطر ان هو ينزل بنفسه، وده يعتبر رئيس فاشل، يعني انت مش واثق في جهاز المخابرات بتاعك. ذكرتني يا جورج، يعني هلا عندنا الدكتاتوريات هي خصوصا عندنا بسوريا، يعني معروفه هنيك انه هو كويس الرئيس كويس بس اللي حواليه، يعني فنفس القصه تنطبع على الله صاير. احمد ذكر اخونا جورج انه الله بينزل، طبعا نحن بنعرف في الثقافه الاسلاميه ليله القدر خير من الف شهر، ينزل الله للسماء الاولى ويستجيب الدعاء. ليش ينزل الله؟ يعني من فوق ما بقدر بسمعها كويس، ونزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم كل امر. ليله القدر لها خصوصيه، لكن هو في حديث صحيح في البخاري يقول ان هو ينزل في كل ليله، ينزل ربنا في كل ليله في ثلث الليل الاخر، يقول ينادي على عباده، يعني هل من تائب فاتوب عليه، هل مستغفر فاغفر له، هل من داع فاستجيب له. فهو بينزل في كل ليله في ثلث الليل الاخر. المشكله ان الارض كرويه جدا، ف سبحانه لو نزل في ثلث الليل الاخر في مصر مثلا هتكون في استراليا في وقت مختلف، في امريكا الوقت مختلف. فهو اكيد سبحانه وتعالى يعني هو موجود بقى في 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 السماء الدنيا بصفه مستمره، يعني هو نازل اصلا، فما فيش داعي بقى ان هو يقول ان هو بينزل اساسا. يعني انا ما بعرف اذا هو مثلا من، خلينا نقول ناخذهم على ادعاء له تعالاتهم، مثل ما بيقولوا الارض مسطحه يا اخي، في وقت واحد بتصير الثلث الاخير من الليل. طيب يعني الله هل هو عاجز برايكم يا اخوتنا المسلمين انه يسمع دعواتكم من هو عند عرشه؟ يعني ليش يتعب حاله وينزل؟ يعني شو الصوت بيبقى اوضح من تحت. يعني ما في غير هالتفسير، يعني لو كان يسمع هو. أم يا أخي كان يبعث لنا مثلا رسالة، يبعثوا لنا هاي باليوناني بيقول أكوستيكا SMS. أيوة، يعني لو في تويتر عنده كان وصلنا له بنفس الثانية، يعني للأسف الشديد. أحمد في لك سؤال، من بس دقيقة طالع السؤال من سارة، عم تقول كنت متدين كم سنة، عشت ملحد في السر يا أحمد؟ لا أنا ما عشتش ملحد في السر ولا يوم واحد حتى. أنا لما الحد كنت سلفي من سلفي الملحد على طول فجأة، وده والله يكون في عون بقى أهلي بقى والناس اللي كانوا حواليا ساعتها، كان في موقف لا يحصدوا عليا، كانت صدمة كبيرة. لا ما أقدرش أخبي أبدا، أما الحد واجهت الناس كلها على طول بالموضوع ده، وكنت فاكر ان انا الملحد الوحيد على في مصر كلها، ما اعرفش ان في ملحدين تانيين. ببص بقى لقيت ملحدين كتير جدا بمئات الالاف، وبعد كده اكتشفت ان هم يعني بالملايين. بكل تاكيد احمد، بكل تاكيد. وطبعا اذا ما بتعرف هو لسن 27 اختنا ساره، الاخونا احمد بقي مؤمنا يعني للاسف، يعني 27 سنه ولكن من كتير في الالحاد. انا بقى لي 6 سنين تقريبا بس ملحد، يمكن جورج بقى له سنين طويله. جورج كم سنه صار لك بالالحاد؟ ما شاء الله. انا بدات مرحله الشك في 2007 يمكن، بس خد معايا الموضوع مشوار، يعني المشوار خد معايا كم سنه لحد ما توصلت القرار، يعني 2010 يمكن لما كمان 6 سنين. يعني
ده انتوا اغرار. نحن في عنا بالجيش السوري بسموا دورة الاغرار، اللي اول ما يدخل العسكري بيسووا له دورة اغرار، فانتوا لسه اغرار في الالحاد يا اصدقائي. طيب خلينا ناخذ سؤال اخر. خلينا افتح موضوع ثاني يا جن على السريع قبل السؤال، معلش. تفضل. الموضوع ده يعني موضوع ان الاله بيغير رايه، يعني بيعمل حاجه ويرجع يغير رايه، مش عارف يعني. انا برضو في الاسلام اكيد في حكاوي زي كده، ممكن احمد يحكي لنا عنها، بس انا عايز احكي القصه دي لان من القصص اللي تعبه قلبي من زمان. يعني في سفر صمويل الثاني غالبا، ودي حاجه ما حدش قالها لنا، يعني دي حاجه احنا فهمناها كده لوحدنا، ان الملك بتاع اسرائيل يعد الناس، يعد عددهم كام، يعرف عدد الجيش بتاعه كام، ده حرام. مش عارف ليه، فيعني حرام ان انت تعدهم، خليهم كده بخيرهم يعني. عارف اللي هو ايه، العرب عندهم مثال اللي هو ايه، ما تعدش الحاجه عشان خيرها ما يقلش، على البركه، بشان البركه. ايوه خليهم كده على البركه يعني. ففي سفر صمويل الثاني اصحاح 24 بيقول ايه، وحمية وعاد في حمية غضب الرب على اسرائيل. فكده ما احنا بنتكلم عن مين؟ عن الرب، غضبه حمية على اسرائيل لوحده كده. فاهاج عليهم داود، يعني هو اللي هيج داود قائلا، هو اللي قال لداود، يعني هو اهاج عليهم داود قائلا، امضي واحصي اسرائيل ويهوذا، روح عدهم. فراح داود قال ليؤاب اللي هو قائد الجيش بتاعه، قال له روح عد الناس. فالراجل اتضايق لان ده حرام، قال له ليه يا عم هتقدم ليه، ما خليهم بخيرهم يا عم، انت هتبص لنا فيهم. خليهم بخيرهم يعني. فلا، قال له لا لازم. فقال لك اشتد كلام داود، كلام الملك على يؤاب وعلى رؤساء الجيش، فخرج يؤاب ورؤساء الجيش من عند الملك ليعدوا الشعب اي اسرائيل. بعدها بكم اعاده كده يقول لك ايه، وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب، فقال داود للرب، لقد اخطات جدا فيما فعلت، والان يا رب أزل إثم عبدك لأني انحمقت جدا. ولما قام داود صباحا كان كلام الرب إلى جاد النبي رائي داود قائلا، اذهب وقل لداود هكذا قال الرب، ثلاثة أنا أعرض عليك فاختر لنفسك واحدة منها فأفعله بك. فأتى جاد إلى داود وأخبره وقال له، أتأتي عليك سبع سنين جوع في أرضك، أم تهرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك، أم يكون ثلاث أيام وباء في أرضك؟ يعني هو هيجوا، وهو اللي قال له رائد الناس، ولما عدي الناس رجع قال له ده انا هطلع دين ام، انت ازاي تعد الناس؟ حاجه من الثلاثه، يا اما اجيب لك ثلاث سنين جوع في الارض، يا اما تهرب قدام اعدائك ثلاث اشهر، يا اما اجيب لك طاعون او مرض يعني وباء ينتشر في الناس لمده ثلاث ايام. انت عم انت مجنون؟ مش انت اللي قايل له؟ مش انت اللي هيقطع الناس؟ الغريبه بقى جدا ان نفس القصه دي مذكوره في سفر اخر اللي هو اخبار الايام الاول، اصحاح 21. بس في اصحاح 21 القصه محكيه بطريقه مختلفه، يقول لك ان ايه، ووقف الشيطان، بدايه الصح، ووقف الشيطان ضد اسرائيل واغوى داود ليحصي اسرائيل، فقال داود ليؤاب ولرؤساء الشعب، اذهبوا وعدوا الشعب من بئر سبع الى دان. يا عم انت مش لسه في السفر اللي فات قايل لنا ان الرب هو اللي اغواه وهو اللي قال له قائلا اذهب واحصي الشعب؟ السفر اللي بعده يقول لك ايه، لا ده الشيطان وقف قدامه واغواه انه يروح يعد الشعب. هو انهي واحده فيهم؟ ولا انت برضه سفر الكهف عملها لنا مفاجاه؟ ولا انتوا الاثنين كنتوا قاعدين مع بعض؟ ولا ايه القصه بالظبط؟ طبعا يعني انا نفسي حد من الناس اللي هم ايه بيتهموني ان انا عليا شيطان زي كابتن مكاني يونان، يا عم انا عليا شيطان وابن دين كلب، تعالى وفسر لي الكلام ده، تعالى قول لي هو مين فيهم؟ ما انت في سفر تقول لي الرب هو اللي عمل، وفي سفر تقول لي اسرائيل هو اللي الشيطان هو اللي عمل، وفي نفس الوقت حتى الرب لما عمل رجع بمحاد حاسب الراجل على الحاجه اللي هو امر بيها، ده انت فعلا مقبول، انت اله مقبول. حاسبنا الجلد، انا في نادي الالهه هخلي الاله جلد الحنفيه يحاسب يهوي على الكلام ده في النادي ويسحب منه نقط. وما بيلعبوا عشرتين الطاوله مع بعض. اظن هذا يا هو حقت عليه الغرقه، يعني لازم تغرقوا بقى. اتفضل احمد، اتفضل. هما الالهه اللي فاكره ان مفيش حد يلمها، لا، في جد الحنفيه يا جماعه. بالضبط احمد. بصراحه في يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم الحجاره وكلم الحمير وكلم يعني ما بعرف حاجات تانية بقى. يا ريت تحكي لنا عن معجزات النبي في
كلام الغير آدميين على الأقل، ما بعرف إذا بنقدر نسميه. هو كلم كلم الشجر كمان، وكلم الجن، كلم الجن، وكان عاوز يربطه. يا ريت يا ريت يا ريت، هي قصة يربط الجني، والله كنت بدي اربطه وافرجيكم اياه بس طار مني، يعني ما بعرف شو القصه. في البخاري، حديث البخاري عن ابي هريره ان الرسول يعني صباح كده طرف دماغه كده الصبح يقول للصحابه في المسجد القصه دي، قال لهم ان عفريته من الجن تفلت علي البارحه ليقطع علي الصلاه، فامكنني الله منه واردت ان اربطه الى ساريه من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا اليه كلكم. لكن ايه اللي منعه بقى عليه الصلاه والسلام؟ قال بقى اللي منعني من كده بقى، فذكرت قول اخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فالنبي بقى قال له ايه؟ روح بقى، ورده خاسئا، يعني قال له روح بقى عشان انا ايه مش عاوز اقلد سليمان عشان سليمان ما يزعلش، لان سليمان قال سليمان كان مشهور ان هو بيسخر الجن وكده. فقال بس عشان سليمان وربنا كان وعده وكده مش عاوز انزل كلمه ربنا الارض يعني. وبرده في السنه، برده في صحيح مسلم، ان الرسول استخدم الشجر يعني عشان يغطي عليه وهو بيتبرز يعني في الحديث بيقول: كنا في سفر مع رسول الله، جابر اللي بيقول كده، جابر ده صحابي مشهور، فذهب رسول الله يقضي حاجته فلم يرى شيئا يستر به نفسه او يستتر به يعني، فاذا بشجرتين بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله الى احدهما، راح لواحده من الشجر منهم، فاخذ بغصن من اغصانها وشدها كده، فقال: انقادي علي باذن الله، تعالي ايه معايا. فانقادت معه كالبعير الذي يصانع قائده. وذكر انه فعل بالاخرى مثل ذلك، جاب الشجره الثانيه زي كده ولم الشجرتين على بعض، وقعد تحتيهم بقى ايه يقضي حاجته. وبعد ان قضى حاجته امر منهما ان تعود الى مكانها. نعم قاعد يشخ. عم تصور الشجره هربانه ومحمد بيحققها: غطيني غطيني. كانت دي من معجزاته عليه الصلاه والسلام. غالبا كان جابر خياله واسع مثلا انه اخترع القصه دي، او بقى الواحد من الرواه اللي رووها اللي في السلسله بتاعت السند كان خياله واسع يعني، المهم ان في حد خياله واسع في الموضوع. بصراحه انا هلا اكتشفت سر الفيلم اسمه ملك الخواتم، لورد اوف ذا رينجز، يعني شفنا الشجر وعم راقد وعم بيحارب، فالمخرج هذا اكيد جايبه من السيره المحمديه يعني لابد. تفضل تفضل. المعجزات اللي بالشكل ده جان كلها بتتناقض مع القران نفسه، لان القران نفسه قال ان هو مش هيجي لهم بآيه، قال هو مش هيقدر يجيب لهم معجزات، قال خلاص احنا جربنا الموضوع ده مع الناس اللي قبل كده. فقال: وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون الا قال لكم ان اذا جاءت ايه هتؤمنوا بيها، طب انتم ما تؤمنيش بيها، لو جبت لكم ايه ان نشأ ننزل عليه من السماء ايه فظلت اعناقهم لا خاضعين. لو احنا عاوزين كنا نزلنا ايات، بس احنا مش هننزل ايات. فاذا كان الحاجات السحر، الحاجات المجنونه اللي بيعملها زي الشجر، او مثلا زي بيتكلم الجمل او يكلم الحصان او يعمل حاجه، يعني الحاجات اللي بيروها كلها في باب المعجزات وكلها موجوده في السنه، اذا كانت صحيحه يبقى كلام القران مش صحيح بقى في ان هو مش هيجيب لهم معجزات يعني. ف ده تناقض هنا. الصحيح طبعا ان مفيش معجزات، طبعا ان الحاجات دي ما كانتش، ولا حتى محمد كان موهوب ولا عنده حتى خفه يد عشان يجيب لهم ايات يعني، او يعمل لهم معجزات او حاجه عجيبه يعني. جورج أراك ضاحكا حتى بانت وجنتيه، شو بيقول كيف بيقولوها احمد، حتى بانت نواجذه، حتى بدت نواجذه، ضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، وهذا نبينا جورج، يعني حتى بانت نواجذك. تفضل. لما بسمع المعجزات دي اللي احمد بيحكيها، يعني معجزات سخيفه جدا، حتى يعني مش حتى مثلا اللي هو ايه، يعني لما حاولوا يالفوا معجزات في العهد القديم وفي العهد الجديد، او اليهود او الناس اللي هي ايه عندها باع في تاليف الاديان،
لان الناس دي الموضوع اصله صنعه، تاليف الدين صنعه، فالناس دي كانوا يعني متمرسين في الموضوع صنايعي، فبيعرف يالف المعجزه، يعرف يظبطها بحيث الايه تبان ان هي معجزه. لكن المعجزات السخيفه اللي اللي الناس الفتها عن محمد، الناس دي مش صناعيه على فكره، يعني عيال برانيه تايوان يعني كلام مضروب. فتلاقي المعجزه مضروبه اللي هو ايه، قاعد يشخ وجايب شجرتين بيضللوا عليه، يعني ايه المعجزه يعني؟ فين المعجزه؟ ان واحد قاعد يشخ فيه شجرتين مش عارف ايه يعني، ايه فين؟ ايه الهدف من المعجزه ازاي؟ يعني برايك في معجزات اقوى يعني لازم تكون؟ يعني بتلاقي مثلا اللي الفوا معجزات عن جيسس مثلا، يسوع الدلوع، لا بقى مش عارف ايه، شفى الاعمى وخلق الواحد عينين جديده ومش عارف خد البرص، مش عارف جاب واحد ابرص عمل له ايه، وقوم ارمله ابن نايين، وقوم لعازر من القبر، عارف انت اللي هو ايه، في اكشن في الموضوع، فالفيلم مش ممل، الفيلم فيه ايه، فيه حركات، فيه اخد وعطى جد. انما الفيلم بتاع محمد فيلم سخيف، اللي هو انا قاعد بشخ في شغلتين بيضللوا عليا ايه يعني. اسخف واحد من الرواة الصحابه اللي كان بيروي حديث عن الرسول هو، طبعا كله هتلاقي فيه تفاوت في السخف ما بين في كلام الرسول، فده راجع لتفاوت الرواة، لان مش كلام كله يعني، هو مش كلام الرسول ولا حاجه، او مش كلام محمد يعني، هو كل راوي بيروي ويالف وينسب لمحمد، فعشان كده تلاقي كلام بعض كلام اسخف من بعض. بس حديث ابو هريره بالذات كانت مميزه في ايه، فابو هريره ده واضح كان هو مخه تعبان يعني. ف يعني مثلا بيقول لك ان في يوم القيامه من المشاهد اللي بيرويها ابو هريره، وده موجود في البخاري، في كتاب الرقائق في البخاري، بيقول ان يوم القيامه كل واحد بيغرق في العرق بتاعه على حسب اعماله، يغرق في العرق بتاعه، فمنهم من ياخذه العرق الى كذا، ومنهم من ياخذه الى مثلا الى ركبتيه، ومنهم من ياخذه العرق الى سرته، ومنهم من يلجمه العرق الجاما حتى يبلغ اذنه، يغرق في عرقه حتى اذنه. فتخيلوا بقى ده كان غبي لاي درجه يعني. يعني انا وانت دلوقتي في مكان واحد، انت بتغرق لحد ركبتك في عرقك، وانا بغرق لحد ودني، ازاي يعني ازاي؟ وبعدين هيجيب العرق ده منين كله؟ انت غرقان في عرقك لحد ودنك ازاي يعني؟ فابو هريره كان مخه لاسع فعلا يعني. احمد كيف لك ان الشمس بتكون بعد سنتيمترات عن راسك يعني؟ الشمس برضه، الشمس تبقى قريبة، بتقرب من راس الناس لغاية ما هتبقى تلمس راسهم، ازاي ما تعرفش يعني؟ الشمس، هو الشمس دي كان بيتخيلها، كان زمان بيتخيلوها دايما زي قرص الفوار كده، اللي هو الفيتامين سي اللي احنا كنا بنحطه في المية ده، هو كده يعني، دي اخرها عندهم. ايوه متخيل ان هي لما تقرب مننا بالشكل ده هتبقى الدنيا حر جدا جدا. يا جماعة اعطوني عقولكم يا مسلمين يا حبايبنا، يعني الشمس اكبر من الارض، الكرة الارضية هي اللي ولدت عليها، وما بتعرف شيء بحياتك المستقبلية والماضية الا من خلال الكرة الارضية، اصغر من الشمس 1,300,000 مرة، كيف الشمس بدها تجي يعني سنتيين ثلاثة فوق راسك؟ فهمونا يا جماعة، فهمونا ارجوكم فهمونا. دكتور جورج يعني بما انه انت طبيب، ما تحليلك اذا الشمس وقفت على راسك بسنتيمترات يعني؟ زي احمد مالا، الجو حر جدا. يعني تحليل طبي، بالله تحليل طبي هيك علمي ارجوك. شغال تحليل طبي، يقول لك تحليل طبي منين الكلام ده؟ مالكم يا رجاله ما تحلل لنا بقى، يعني كميه الخزعبلات. يقول لك الشمس، انا كان ليا فيديو زمان كنت عامله عن الجهنم، كان بيتكلم فيه محمد حسان عن جهنم، انا افتكر الفيديو ده عملته 2012 تقريبا، فكان بيشرح ان في اليوم يوم القيامه او يوم الحشر الناس هيبقوا واقفين والشمس في بعيد عنهم 2 مش عارف ميل او 2، محمد حسان قبل قال لك ما ايه، احنا ما نعرفش هل 2 ميل ولا 2 ذراع ولا 2 قدم ولا 2 صباع ولا 2 ايه بالظبط، هم 2 حاجه يعني، في حاجه 2 بس ايه على قولة عادل امام، هم حاجتين كسكرتين، لقد سكحت لك كسكرتين. ابدا كسكرتين. يعني حتى لو 2 ميل، يعني لو افترضنا ابعد حاجه، لو الشمس اقتربت من راس بني ادم 2 ميل، يعني قبل ما تقترب لل 2 ميل هيكون هو اتبخر،
مش هيبقى في واحد واقف وفي وحاسس بالشمس، لان هيكون اتبخر اصلا، هيكون الكوكب كله اتبخر باللي عليه. حضرة الطب وجورج في السنة حديث صحيح جدا، يعني زي الشمس كده، حديث في منتهى الصحة، موجود في صحيح مسلم، يعني صحيح مسلم والبخاري ده بعد القرآن على طول، إن هو بيقول لك إيه الرسول بيقول إيه، ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على كان الولد أشبه كان الولد إيه اشبه باذن الله. يعني لو المراه والرجل الاثنين كل واحد منهم بيبقى عنده سائل زي السائل المنوي كده، بس السائل بتاع المراه اصفر رقيق وسائل الرجل لو على ماء الرجل، ماء الرجل على ماء المراه، وانا مش عارف ازاي يعني، طبعا دي عايز الطبيب زي جورج، هيبقى الولد شبه الاب، لو على ماء المراه هتبقى الولد شبه الام. فده قمه الاعجاز العلمي في السنه النبويه الشريفه. يعني بصراحة هي لازم نسأل فيها دكتور، يعني الدكتور جورج موجود. على فكرة دكتور جورج، اليوم أنا نشرت مناظرة بينك وبين دكتور طه في قناة شبكة تنوير الشرق الأوسط، وتذكرت هي إذا على ماء الرجل كيف يعني، يعني هل هناك مثلا إزازتين، هم اثنين يعني، هم اثنين إزازتين، واحدة فيها ماء الرجل وماء المرأة، واحد يعلو على الثاني يعني؟ تفضل. هو محمد كان يقصد من يقذف اولا، يعني من يصل الى الذروه الجنسيه اولا. عشان كده هذا الانسان المريض بهذا العلم المريض اشرع للفعله الاجراميه اللي هي ختان الاناث. ليه؟ عشان الرجاله يقذفوا اولا، لان هي لو مختونه ممكن يا اما تقذف ثانيا او ما تقذفش خالص، يعني لو ما توصلش للذروه الجنسيه خالص، فيكون في النتاج ان المولود يكون ذكر عشان يكتر عدد الذكور في الامه بهذا التفكير المريض، لانه كان متخيل. والكلام ده يعني انا اتكلمت فيه في 50,000 مره في 50,000 فيديو عن موضوع الاعجاز العلمي في الجنين، فعلا محمد كان متخيل ان الجنين هو نتاج ماء المراه وماء الرجل، يعني هذا السائل اللي بينزل في مهبل المراه اثناء الجماع اللي هو وظيفته التليين فقط، هو متخيل ان السائلين دول بيجتمعوا مع بعض، بيتخلطوا ببعض وبعدين يعملوا جنين. فكان احمد فضل، هو في سائل اصفر رقيق في ما فيش سائل اصفر رقيق في المرء ده. في حديث ثاني هقوله لك افظع من كده، قال لك ان الجنين عباره عن اختلاط سائل المراه مع سائل الرجل، سائل الرجل غليظ فبيتعمل منه الحاجات الغليظه زي العظم واللحم، وسائل المرأة رقيق فبيتعمل منه الغشاء الرقيق زي الدم، واللي عارف انت ايه الحاجات الرفيعة الضعيفة اللي في الجسم يعني. هذا التفكير المريض بتاع هذا البصمجي اللي يسكن شبه جزيرة البهايم من 1400 سنة، النهاردة بيتم بسببه ختان آلاف من الإناث وملايين من الإناث، عشان هذا التفكير بتاع المريض اللي كان عايز يجيب ذكر ومعرفش، كان عايز يجيب ولد يرثه ومعرفش، نتيجة مرض هذا البني آدم الحقير. النهاردة في هذه العملية الإجرامية بيتم ممارستها على ملايين النساء في الشرق الأوسط. للأسف الشديد. طبعا أصدقائي، أنا بعرف وقت أخوي أحمد وجورج محدود على الساعة، لذلك أحاول أحترم الساعة هي، ولكن حبي لهم لا يحترمني، المشكلة هي القصة. على كل بدي أخذ سؤال ونقفل بقى، ما في مشكلة. رانيا هي عم تقول أنا أحب أسأل شو رأيك في نقطة أن المسلمين المتعلمين والمثقفين لا يؤمنون بكل الخرافات في دينهم، لكنهم رغم ذلك لا يتجرؤون أن يتركون الدين أو أن يتخطون فكرة الخالق، ماذا ينقص أشخاص؟ ما فهمت الجملة الأخيرة، ولكن الواضح من السؤال أنه في كثير مسلمين لا يؤمنون بهالخرافات هي، ولكن ومثقفين ودارسين وخريجين جامعات، ولكن لا يتجرؤون على ترك الدين خوفا من جهنم وعذاب القبر. مع أنه راح أخذ جواب أحمد بعدين جورج، تفضل جا أحمد. لما برضو نفس الإجابة السابقة جاءت الحلقة اللي فاتت، أنه صعب جدا ترك الدين، يعني الدين غالي جدا عند الإنسان.
بس يعني في ابطال يقدروا يسيبوا الدين، يعني في ناس تقدر توصل للمستوى ده، ودول يعني بحترمهم كتير جدا 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 جدا، لان القرار صعب ومحتاج شجاعة فعلا. بكل تأكيد مع الوقت بقى ومع كثرة الملحدين دلوقتي ومستقبلا، طبعا هيبقى ده هيشجع ناس كتير جدا، وهيخليه الموضوع هيبقى أسهل بكتير يعني من الأول. بكل تأكيد أحمد، بجهودك وجهود الأصدقاء أكيد. وأنا اليوم جاني بصراحة رسالة، أنا تركت من 3 أسابيع، وبفضلكم أنتم وبفضل اليوتيوبات أحمد حرقان وأخونا جورج وبعض والأصدقاء البقية، يعني أسماء كثيرة ما ندخل بيها. جورج، شو رأيك بالرد على السؤالات؟ تفضل. طبعا استكمالا لكلام العزيز احمد وهو زعيمنا، فعلا ترك الدين موضوع صعب جدا يعني، والكلام ده احنا مش بننظر بيه، او احنا قاعدين في تله عاليه وما اختبرناش الكلام ده قبل كده وما عشناهوش. كل واحد فينا ليه قصه وعايش مع الدين صراع كبير جدا، وخروجه من الدين ما كانش سهل، وانكار فكره الاله ما كانتش سهله خالص، ان انت توصل لها وتاثيرها النفسي عليك ما كانش سهل. الموضوع صعب جدا يعني، في ناس ما لا تحتمل يعني قدرته النفسيه لا تحتمل، مهما وصل لقدر من العلم قدرته النفسيه لا تحتمل ان هو يعيش في الحياه لوحده. لان انا قبل كده لما اتكلمنا عن نظريه التطور كنا بنقول ان والكلام ده يؤكد كلامي، الحياه على الارض لم يكن مهيئ لها، الحياه على الارض نشات في ظروف صعبه جدا، وكل الحاجات يعني كل العوامل الخارجيه ضد الحياه، فالحياه بستراجلينج بتعافر مش عارف ستراجلينج يعني تتحدى تشالنجينج تتحدى يعني بتعاني عشان تبقى، يعني عناء كبير جدا للمخلوقات عشان بس تبقى على قيد الحياه. عشان كده اكتر حاجه فعاله في التطور هو الحفاظ على النوع، الحفاظ على النوع وتوريث هذه الطبعة الجينية لأجيال أخرى عشان يفضل النوع عايش. فلأن الحياة قاسية جدا والطبيعة قاسية جدا والظروف صعبة جدا للحياة، الإنسان محتاج دايما إن هو يحس إن في حد معاه، في حد سنده، في حد بيحبه، في حد ممكن يقف معاه في ظروف صعبة. فلما تيجي تقول لحد مرة واحدة كده مفيش حد وإحنا كنا بنضحك عليك والكلام ده كله كلام فاضي، الصدمة النفسية بتبقى رهيبة. فعشان كده الناس صعب جدا ان هي تتخلى عن فكره، حتى لو تخلى عن فكره الدين، في ناس كتير جدا تخلت عن فكره الدين ولكن ما زال مقتنع ان في اله، يعني لابد ان يكون هناك بيج براذر، في اخ اكبر بياخد باله مني بيراعيني بيحبني بيحاول يساعدني، بصلي له في وقت ضعف او وقت شده. الفكره دي صعبه جدا ان انت تقول للناس ان مفيش حد، لازم الانسان يصل الى مرحله من النضج النفسي والنضج المعنوي والتصالح مع نفسه والتصالح مع الطبيعة والتصالح مع الناس عشان يقدر يقول أيوة مفيش أخ كبير وإحنا ملناش غير بعض، لأن هي دي الحقيقة، إحنا ملناش غير بعض. إن ما كانش النهاردة أنا كنت يعني أنا ومراتي كنا بنتكلم عن الفلوس اللي بتروح للكنائس، يعني لمحة بسيطة يعني، ففي حاجة اسمها العشور بتروح للكنائس، فلما تيجي تسأل قسيس هل ينفع إن أنا العشور دي اللي هو عشر مرتبي أدفعه للرب، يعني هل ينفع ان انا اديه لحد فقير او اديه لحد محتاج او حاجه؟ يقول لك لا لازم يدخل الكنيسه. ما ينفعش ان انت تروح لو انت عايز تساعد حد تاني فقير او محتاج لازم بقى ايه؟ بعد ما تطلع العشور تبقى تطلع من اللي فاضل معاك من العشور تساعد بيه الناس. ففكرت جت في دماغي فكره كده، احنا مالناش غير بعض، لان حتى الكلام ده لما تدفع له الكنايس ممكن الكنايس تكون بتهتم ببعض الفقراء ولكن مش كل الفقراء. الناس دي مش لازم تروح تشحت من الكنيسه، احنا ملناش غير بعض. لو انت فقير او تعبان واخوك اللي معاه او مش محتاج ما قدرش يساعدك، انت في ظروف صعبه جدا. فاحنا ملناش غير بعض في الاخر، مفيش بيج براذر، مفيش حد هيقف معاك، مفيش اله. لكن عشان توصل للمرحله دي صعب جدا، يعني بتعاني نفسيا كتير جدا ولازم تبقى على درجه عاليه جدا من النضج النفسي عشان تقدر تتقبل هذه الفكره. في ناس الحظ لم يحالفهم ان يبقى عندهم هذا القدر من النضج النفسي انه يقدر يستغنى عن فكره البيج براذر ويقدر يعتمد على الاخرين المحيطين بيه. بكل تاكيد. طيب انا اشكركم اصدقائي، طبعا ارجع انوه لاصدقائنا انه بكره الساعه 9 بتوقيت لندن اخونا احمد في عنده برنامج حوار مفتوح،
اتمنى من الاصدقاء المشاركه فيه. طبعا قناه اخونا احمد موجوده بالديسكربشن تحت الفيديو، وموجوده بكل فيديو من فيديوهاتنا الحديثه على الاقل. قناه اخونا احمد اتمنى منكم الاشتراك فيها، اخونا احمد يستحق دعمنا كلنا بعد ما سكروا له قناتنا ولاد شحيبر يعني. على كلنا على كلنا حبيبي احمد، كلمه اخيره بتحب تقولها بهالحلقه هاي تفضل. شكرا لك يا جين، شكرا شكرا كبير قوي ليك يعني على كل اللي انت بتعمله ودعمك لينا وقناتنا يعني، وشكرا للمشاهدين الكرام على سعة صدرهم يعني، وشكرا لجورج اللي نورنا النهارده، وانا سعيد جدا بوجوده معنا يعني. بالعكس احمد، انا اتشرف فيك اخوي، وانت مثل ما بقول الاخ الروحي بتاعنا يعني، انت الملهم لنا بصراحه يعني، شجاعتك فاقت كل ما واحد ممكن يقوله بالكلمات. جورج كلمه اخيره تحب تقولها تفضل. معلش هتبقى كلمه طويله شويه. تفضل. انا بصراحه انا كان امنيتي اكمل ساعه اخرى معكم، ولكن انا اعرف انت واحمد بالذات يعني عندكم ساعه وهي داخلين على الساعه وربع يعني، انا اعتذر كمان مره اخرى. اولا شكر كبير جدا لجان على مجهوداته، لان جان من يعني اكتر حاجه بتوصل للناس الرساله هي الاستمراريه. لو انت بدات في برنامج وما عندكش الا 10 مشاهدين او 5 مشاهدين، لو فضلت مستمر هتوصل لمرحله كويسه. دي حاجه انا اختبرتها بنفسي يعني. انا اول ما بدات القناه بتاعتي في 2011 او 2012 كان عدد المشاهدات على الفيديو بتاعي ما بيتعداش ال 30 مشاهده، وبعد كده وصلت المشاهدات تتعدى ال 30,000 مشاهده. فالاستمراريه، وتحيه كبيره جدا لجان على استمراريته ومثابرته واحتماله للتهديدات واحتماله للسخافات والكلام السلبي واستمراريته لحد النهارده. تحيه كبيره جدا ليك يا جان، وانا مقدر ليك مجهودك. الحاجه الثانيه بس هون انا اشكرك على يعني الكلام الحلو اللي قلته، ولكن مش يعني انا مستمر لانه جرح عميق وجرح اهالينا، وواحد مشان اهله وناسه اكيد راح يتحمل الكذب، راح يتحمل الشتائم والتهديدات كل هالاشياء، فلا باس. تفضل اخوي ياسف المقاطعه. احب اشكر احمد شكر شخصي علني قدام الناس، لان انا بشكره بيني وبينه بس بحس ان هو مش كفايه. احمد من الموصل العليا اللي انا بحب ابص عليها، لانه فعلا انسان شجاع جدا وفي ظروف صعبه جدا، ومع ذلك يعني كان اسهل عليه ان هو يستغل الشهادات بتاعته ويستغل المجتمع اللي هو فيه ويعمل احلى فلوس، لكن لانه انسان نقي وانسان نظيف وانسان صادق مع نفسه ولا يخاف في قول الحق لو ما تلائم، قرر ان هو يسلك هذا الطريق الصعب عشان ما يبقاش بيكذب على نفسه، يبقى صادق مع نفسه وصادق مع اللي جوه قلبه، ما يبقاش مقنع بقناع. لان انا شفت ناس كتير جدا مسيحيين ومسلمين ملحدين ويعلموا جميع يعني جيد العلم من داخلهم ان الكلام اللي هم بيقولوه ده هرتله، ولكن بيستعملوه للقمه العيش. فتحيه لهذا الرجل الاسد الذي لا يخاف في قول الحق لو ما تلاه. الحاجه الثالثه، الناس يعني الناس اللي بتسمعنا كلها اشكركم على سعه صدركم. انا مش هدفي وعمري ما كان هدفي من 2012 لحد النهارده ان انا اخلي حد يلحد او ان انا اخلي حد يتخلى عن الدين. انا هدفي ان انا اواجه المعتقدات التي دمرت حياتنا فقط. عايز تؤمن باله واحد بثلاث الهه في 17 اله بالفيل ابو زلومه على راي مولانا مصري ملحد، انت حر. اعتقد ما تعتقده يعني، اعبد الحجر ولكن لا ترميني به. فكل اللي انا بعمله ده اعتقد ان احمد يوافقني الراي والكثير من الشباب وجان والكثير من الشباب الواعي يوافقني الراي. انا مش هدفي ان انت تلحد او تعلن الحادك، لان احنا مش جمهوريه على فكره، واحنا مش عصابه ولا اي حاجه يعني. احنا يعني كملحدين احنا فينا ناس مختلفين عن بعض سياسيا تماما ولا يوافقوا الراي بعض سياسيا واقتصاديا وفي جميع المجالات، لكن كل اللي بيجمعنا ان احنا انكرنا فكره وجود الاله. فانا مش غرضي ان انت تلحد، لانك لو حد مش هتفيدني انا بحاجه. انا غرض تتخلى عن المبادئ اللي ممكن تخليك تاذي نفسك او تاذي غيرك فقط لا غير يعني. غير كده اعبد ما تعبده، اعتنق ما تعتنقه. طالما انت ما بتاذيش نفسك وما بتاذيش غيرك انت حر، اعمل اللي يعجبك.
لان دي حاجه ما تخصنيش وما تهمنيش وما اعتقدش ان هي تهم حد اي حد تاني او تخص اي حد تاني. الحاجه الرابعه والاخيره، كل الناس اللي مش عاجبها الكلام اللي انا بقوله او الحاجات اللي انا علقت عليها في اي وقت في اي فيديو في اي مكان انا اتكلمت فيه، رد عليا. ما تقعدش تحط رجل على رجل وتقول لي اصل انت عليك شيطان، اصل انت مش فاهم صح، اصل انت مش واخد بالك، اصل انت المسيح ما دخلش حياتك، اصل انت عمرك ما كنت مؤمن حقيقي. يعني بلاش الفزلكه الفاضيه، الموضوع مش محتاج فزلكه. عندك رد رد، ما عندكش رد نقطنا بوسكاتك بس. ده كل اللي انا بطلبه، لان ما يعني الموضوع ملوش اي ملوش اي لازمه ان انت تقعد تتفزلك. فزلكتك ما فادتناش في حاجه، ما اضافتش اي شيء. عندك رد، رد واقعي، تقعد قدامي كده واحده واحده ونتكلم مع بعض. رد، ما عندكش رد ما تاكلش دماغنا فقط لا غير. اشكركم على سماعي وسعدت بلقائكم جميعا. شكرا. اشكرك اشكرك جورج جزيل الشكر، وطبعا اقوم صوتي لصوتك. ومثل ما قلت يعني نحن ما همنا نجعل الناس ملحدين، ولكن همنا بصراحه يعني نخلي الناس تفكر بالخرافات هي اللي حكيناها، اللي عم تدخل عقل الانسان. هالخرافات هي للاسف الشديد اللي صاير، الواقع اللي صاير انه انا اذا ما امنت فيها اخوي بيجي بيقتلني على اساس انه ليش انا ماني مؤمن بهالخرافه، انا ماني مؤمن انه في اثنين مخابرات واقفين على كتافي، انا ماني مؤمن انه الشمس تصل نص سنتيمتر فوق راسك، لانه انا ماني مؤمن بهالخرافات هي. فبيجي اخوي او من جاري او اي واحد من اهلي نفسهم بيقتلني على اساس انه انا ماني مؤمن بهالخرافات هي اللي ما لها اي اساس من الصحه، ما لها اي اساس من الدليل، ولو كان حتى شعره بعير مثل ما بقولوا. يعني ما في شيء نهائيا يثبت هالكلام غير عن 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 وعن عن لا شيء غير. فهذا هي الجرح اللي نحن مجروحينه. هالخرافات هي دمرت بلادنا. شايف يعني انا كشخص سوري شايفين سوريا شو صار فيها، يعني من وراء بني علي وبني عمر والسنه والشيعه والعلويه وخبيصه كلهم ببعضهم، اليمن شايفين شو صار فيها، ليبيا شايفين شو صار فيها، افغانستان، العراق، الصومال، يعني وبعدين كله بسبب هالخرافات هي. فلما نحن بنحكي صدقوني عم نحكي من جرح موجوعين، وجع مو معقول. حتى عم نحكي مستقبلنا تدمر. يعني انا شخص يعني شو لاجئ انا ببريطانيا، وشو يعني شو حياتي انا لو كنت ببلدي ومثل ما بقولوا اخذ فرصتي في حياتي، ما اظن يكون هاي حياتي قاعد لاجئ ببريطانيا لا شغله ولا عمله. اخوي احمد روح 27 سنه من عمره ما درس غير عن قال عن فلان عن علتان وعن خرافات. طيب ليش شو ذنبنا نحن؟ على كل احمد بدك تقول شيء؟ لا ما بدي اقول شيء. ولا يهمك. على كل طبعا اسف على الاطاله اصدقائي، وطبعا مثل ما بتعرفوا بكره اتمنى الساعه 9 بتوقيت القاهره تكونوا مع اخونا احمد، ويا ريت تشتركوا بقناه الجهر بالالحاد الاحتياطيه والرئيسيه وقناه شبكه تنوير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقناة أخونا أحمد، وكلهم موجودين بالدسكريبشن تحت الفيديو. أشكركم جزيل الشكر. طبعا بكرة عنا حلقة الساعة 8 بتوقيت لندن مع أخونا من المغرب في موضوع جديد، أخونا سعيد أظن محمد سعيدي. أشكركم جزيل الشكر وأشوفكم بكرة. إلى اللقاء. شكرا أحمد، شكرا جورج، شكرا جزيلا.